الله آله وصحبه وبلغنا وبعد. هذه الآيات التي تليت علينا حقيقة بتأمل وأن نقف عندها لدلالة المناسبة وفضيلة تدبر كتاب ربنا عز وجل، وهي آخر سورة الأحزاب. ومن جميل ما يتأمل في القرآن أن ينزله الإنسان على واقعه الذي هو يعيشه، ولا سيما هذا الواقع يحتاج إلى تثبيت العقائد في قلوب الناس، لأنه كلما اندرس الزمان وتقارب، كلما انتشرت البدع وانتشر الإلحاد وانتشر بعد الناس عن الواحد الديان تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه كما عند مسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. الآن تتأمل، يسألك الناس عن الساعة، استفتح القرآن بالسؤال، وجاء السؤال مسبوقا بالواو تارة وبدونها تارة أخرى. ومن القواعد المقررة في علم القرآن وفي علوم القرآن وفي التفسير أن زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، فلما تجد يسألونك تختلف عن ويسألونك. خلص بذلك أهل القرآن وأهل التفسير فقالوا: يسألونك، الغالب أن السؤال مباشرة من الصحابة فيما يهمهم، لما يأتي ويسألونك تجد السؤال يأتي من غير الصحابة عن شبه أو عن مسألة تشابه فيها غير المسلمين مع المسلمين. وذكر في القرآن يسألونك ويسألونك في مجموع 15 موطناً، 6 يسألونك و9 ويسألونك. دلالة على ذلك: يسألونك عن الأنفال، هذا سؤال مباشرة كان من إيش؟ من الصحابة، لأنهم غنموا في بدر أول غنيمة، فما كانوا يعرفوا كيف يقسمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لأنه وقع منهم أن بعض الصحابة خطأ قتل في الشهر الحرام. لكن تعال على الجهة الثانية: ويسألونك عن المحيض. هذه مسألة كانت عند اليهود، لأن المرأة إذا حاضت عندهم لا يؤكلوها ولا يشاربوها ولا يجالسوها، وإن مست شيء قرضوه. ويحكي أحد الفضلاء يقول: كنا في أمريكا في دورة تبع أرامكو، قالوا كان في اللوندري ماشين، الكوين، هذه العملة، ماكينة غسيل الملابس اللي بالعملة، قالوا: أنا جيت واقف في السرة لقيت هذا الأمريكي ماخذ له إيش؟ 2 ماشين، ماخذ ماسك مكانين. يا ابن الناس أدينا معك. قال: لا لا لا، هذه ملابسي وهذه ملابس زوجتي وابنتي. قال: لا ليش، حنا كلنا ملابس نحطها فيه تتغسل مع بعض. قال: لا، هو يهودي. قال: لا، احنا عندنا المرأة هذه حائض ودي ملابسها فهي نجسة عندنا، نحطها لوحدها وحنا لوحدنا. فبالله من الذي كرم المرأة؟ يا دعاة تكريم المرأة المفتونون بالغرب، من كرم المرأة؟ تقول عائشة كما في الصحيح قال: كان يباشر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا إيش؟ وأنا حائض. تقول: فأجعل، قالت: تزري بشيء، تجعل شيء من بين سرتها إلى ركبتها ويباشر عليه الصلاة والسلام. قالت: كنت أرجل شعر النبي وأنا
وأنا حائض. هي القضية فقط أن المسلم يهتم بدينه، مو تقعد تقول لي بوذا والديانة البوذية وديانة الرحمة، هذا جهل. هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الإسلام، وأنا أتمنى حقيقة، أتمنى من إخواني مدرس التحافيظ ومن إمة المساجد والوعاظ أن يقرئوا أهل المساجد هذه الكتب الجميلة، الأصول الثلاثة، ما عاد نسمعها في المساجد، قواعد الأربع، كشف الشبهات، نواقض الإسلام، كتاب التوحيد، ينبغي أن تقرأ على جماعة المسجد وليس في الدروس إيش للطلبة العلم. لماذا؟ لأن الإلحاد الآن دخل في كل بيت شجر ومدر. طالب في المتوسطة عنده أفكار إلحادية، يقول لك القرآن هذا يا أخي ليس من الله، هذا عثمان حط في بعض الآيات. أي نعم، هذا واقع يا إخوان أنا أكلمكم فيه، والله ليس لا من كوكب الزحل ولا من كوكب أورانوس، هذا هنا طلاب متوسط وثانوي. لماذا؟ لن يسمع للزنديق عدنان إبراهيم وشلته والبشكة هذه، يتبولون في عقولهم ويتغوطون، ثم يأتي الولد ما عنده أي رصيد من معرفة ويأتي يهرف بما لا يعرف. في الناقض الخامس أو السادس يقول: ومن صحح عقائد غير المسلمين أو اعتقد صحتها يكفر، عياذا بالله. ما تقول الأصل البوذية دين الرحمة والإنسانية والرحمة المطلقة، إذن بالله ماذا يفعلون في إخواننا في أراكان وفي بورما؟ مو تشوفونهم إيش يسوون فيهم؟ هجروهم وقتلوهم وسفكوا دماءهم. والله عز وجل يقول: إن الدين عند الله إيش؟ الإسلام. توكيد من الدرجة الأولى، إن واسمها وخبرها. والله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لا تصحح لعقائدهم ولا لمذاهبهم. الأولى منك أخي المبارك أن تدعو الناس إلى إيش؟ التوحيد ولا إله إلا الله، وأن تعلمهم النفي والإثبات. ولذلك بوب البخاري في كتاب العلم باب: العلم قول القول والعمل، ثم قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. تعرفوا من النفي والإثبات: لا معبود بحق إلا الله، لا في لا إلا الله، هذا إثبات. وتعلمهم شروطها: العلم والانقياد واليقين والقبول، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبهم. وثامنا: الكفر بالطاغوت. قيل: والطاغوت هو كل من تجاوز حده ورضي أن يعبد. بوذا هذا لقب بمعنى المستنير أو المستضيء، وهو كان في الفترة من 560 إلى 480 قبل الميلاد. وقيل إن النصرانية الحديثة استشفت منه العقائد، لأنه كان يقول أنه ابن الله، كان يقول إنه إيش؟ ابن الله. وحرم على قومه أن يأكلوا ليلا وأن يتبادلوا الذهب والفضة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن دين الإسلام لا يحتاج أن يستورد أفكارا يا أحبابي. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الرحماء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وإن قالوا الرحمة أبا أو أما فأنت سيد الرحماء، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. رحمته بلغت الحجر والشجر، حتى الجذع حن إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باكيا، فاحتضنه وسمع له جؤار وخنين كخنين الحوار إذا فقد أمه.
فقال أترضى أن أرجع إليك أو أن تكون جزعا في الجنة؟ فقال له أريد أن أكون جزعا في الجنة. حديث الصحيح. قال فدفنه في المسجد عليه الصلاة والسلام. ومن حديث جابر في الصحيح أنه دخل النبي عليه الصلاة والسلام بستانا فإذا بعير ناد من أهله، يعني بعير جافل على أهله مسوي مشاكل، أي قالوا إنا نخاف عليك منه، قال لا خوف علي إن شاء الله. فلما دخل قال البعير تعال، فأتى البعير ووضع رأسه بين يدي النبي وسح دموعه البعير. قال إنه يخبرني أن صاحبه يكده. من صاحب البعير؟ قال أنا. قال تعال وارفق به خيرا. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا يعرفه كثير من المسلمين، يحتاجون أن يستوردوا أفكار من بوذا ومن كونفوشيوس ومن زرادشت لكي يعرفوا الرحمة أين تقع الرحمة. النبي من رحمته عليه الصلاة والسلام في جميع غزواته ما مات أكثر من 1200 نفس، 25 غزوة غير السرايا التي خرجت في عهده، ما مات أكثر من 1200. وانظروا أخواننا في بورما ماذا يفعل بهم، لطف الله به. تقعد تقول لي بوذا رحيم، الرحمة والإنسانية المطلقة. روى البخاري في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد صحيفة في يد عمر فقال ما هذه يا عمر؟ قال صحيفة من حبر يهودي صاحبي. قال فتغيظ النبي، وكان لا يتغيظ إلا لله عز وجل، وإذا تغيظ كأنما فقع في وجهه حب الرمان. قال أمتهوكون أنتم فيها ابن الخطاب؟ عندك شك في الدين تحتاج تستورد من عند بوذا؟ عندك شك؟ أفي الله شك؟ قل أفي الله شك؟ عندك شك عشان تنتظر بوذا يبعث لك الرحمة ويعرفك الرحمة؟ أمتهوكون أنتم فيها ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. لو أن موسى بن عمران حي ما وسعه إلا أن يتبعني. ولذلك معابد اليهود وكنائس النصارى ومعابد البوذيين والكفار ليست من بيوت الله عز وجل. ما تقول الكنيسة بيت من بيوت الله، لا لا كذب، كبرت كلمة تخرج من أخي يقولون إلا كذبة. بيوت الله إيش هي بيوت الله؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هناك يدعى المسيح ويدعى العزير ويثلث ويعبد الصليب في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فقط، لا آب ابن روح قدس ولا شيء. يسبح يعني يصلي، يسبح له فيها بالغدو وقت الفجر والآصال وقت الأصيل، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه هي بيوت الله. حكيم بن حزام جل النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله عند الطبراني والحاكم وفي المنذر ترغيب وترهيب، حديث صحيح، قال أحب البقاع إلى الله ما هي وأبغضها ما هو؟ قال لا أدري حتى يأتيني جبريل فأسأله. جبريل هبط على النبي عليه الصلاة والسلام سأله قال لا أنا ما أدري حتى أسأل ربي تبارك وتعالى. قال يا جبريل أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فقط بيوت الله هي المساجد، فقط ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون إنجيل توراة زبور، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. أبشروا يا إخواني ما صلحت النوايا، وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال قوموا مغفور لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. قال يا رسول الله إن فيهم فلان له حاجة، جاء يبغى يقابل الشيخ فلان أو يقابل فلان، يقابل خوية كده، قالوا نتقابل في نور الإيمان في صلاة العشاء، اللقى في درس جلس. قال انظر إلى البشارة الثانية، هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم وله قد غفرت. شوف الجمال،
روى البخاري في كتاب العلم قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان عند حلقة يحدث على الصحابة، فجوا ثلاثة أشخاص، واحد وجد فرجة جلس، وآخر جلس حيث انتهى المجلس، والثالث تأبط شرا ومضى. فقال: ألا أخبركم عن الثلاثة النفر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، لقى فرجة وجلس، وأما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله من الجلس في إيش؟ حيث انتهى به المجلس. وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. يسألك الناس عن الساعة، الألف واللام في الناس، إما أنها تفيد الاستغراق للجميع، يدخل فيها المسلم يسأل استفهاما وإعدادا، كما عند البخاري لما دخل الرجل قال: رسول الله متى متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ قال: ليس كثير صيام ولا صلاة، ولكني أحب الله ورسوله، أنت مع من أحببت. والآخر قال: متى الساعة؟ فمضى النبي في حديثه ولم يجبه، فلما انتهى قال: من يسأل؟ قال: أنا. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. أو يأتيه الكفار وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لذلك الإنسان أيها الكرام الفضلاء، لفظ الساعة إذا أتى في القرآن يدل على القيامة، ويدل على الفترة من كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، إذا جاء مطلقا القيامة، إذا جاء مقيد دل على الفترة من إيش؟ من الزمن. كم هي؟ الله أعلم. هل هي ساعة التي بين يدينا نعرفها الآن؟ قيل: الله أعلم، لكن تدل على الفترة من الزمن، قلت أو كثرت. روى البخاري في كتاب الصيام وكتاب الاعتكاف قال: فأتته صفية فجلست عنده ساعة، فترة من إيش؟ فترة من الزمن. فإذا عرفت الساعة، والله يا أخي القرآن ده عجيب، شوف أول الوجه فوق آخر سورة الأحزاب، أول وجه فوق يسألك الناس عن الساعة، وآخرها: إن عرضنا الأمانة. فإذا كنت تخشى يوم القيامة لابد أنك تخاف من إيش؟ خيانة إيش؟ الأمانة. ولعمري من أعظم خيانة الأمانة خيانة أمانة الدين والتوحيد وإضلال الناس، ومن يضلل الله فما له من هذا. وأعظم الضلال أن يضلك الله وأنت تعلم الحلال من الحرام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ هذه البلوى الكبيرة، أنك تضل في طريقك إلى الله عز وجل وأنت تعلم، أو على جهل ولا تسأل الناس، والدين نزل بالسؤال. ومن أعظم الضلال سفك الدماء المعصومة كما مر وسمعتم في الأيام الماضية، ويزعمون أن ذلك جهادا. أي جهاد في هذه البلايا؟ أي جهاد أن تقتل إنسان دما معصوم؟ جزاك الله خير، من فين جبت هذا الجهاد؟ ومن أين أتيت به؟ وأنا الذي أفتاك بذلك؟ ولذلك إن تغيير المفاهيم هو سلاح العدو الماضي في هذا الزمان، يغير لك المفاهيم. ولذلك قال ابن عمر: إن من الورطات الحمراء التي لا مخرج منها لمن دخل فيها سفك الدم الحرام. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة الهرج والكذب. الكذب عارفين. قال: والهرج؟ قال: القتل. قال: نقتل الكفار؟ ده اللي كان يفهمه الصحابة، إن القتال معنى قتال إيش؟ الكفار، في جهاد شرعي. نقتل الكفار؟ قال: لا، أن يقتل الرجل أخاه وعمه وابن عمه وجاره. وكل هذا أنتم رأيتوا، الله يعيذنا وإياكم من هذا الشر. قالوا: والناس فيهم عقولهم ذاك الزمان؟ قال: يذهب عقل أكثر ذلك الزمان، يظنون أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة يكثر الهرج. قال: وما الهرج؟ فأشار إلى رقبته، أي القتل. قال: يؤتى بالقاتل والمقتول، والمقتول متلبس متشبث بقاتله، وجرعه يثعب، وفي رواية يشعب دما، يقول: يا رب سأله فيما قتلني، سأله فيما قتلني. وإذا الموءودة سئلت
بأي ذنب قتلت المودة هي البنت التي توأت صغيرة، سأله فيما قتلنا، ليش تقتل؟ وما الذي استدعاك إلى ذلك؟ قال الله عز وجل عن الله الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وهنا لإخواني وأحبابي أهل القرآن، كيف تضبط الآية اللي فيها خالدين أبدا وفيها خالدين من غير أبدا؟ قيل اجعل ضبط ما بين اسم السورة ولفظة أبدا، فلا بد أن تجد حرفا من أبدا موجود في اسم السورة. إحنا سورة الأحزاب أبدا، إيش الحرف المشترك؟ الباء، هنا الباء وهنا الباء، تقدر تضبط هذا الضابط وتمشي عليه مع كثرة المراجعة. لعن أي طرد من رحمة الله. وهنا يا إخواني بعض الناس تحيتهم اللعن، حديث عند أبي داود لكنه ضعيف أذكره لتجنبه، قال في آخر الزمان يأتي قوم اسمهم السقارون، قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال قوم تحيتهم اللعن إذا التقوا. الله يلعنك، وين كمس في العرس؟ الله يلعنك هالشايب، يلعن شيطانك أنت والله، شوف صح ولا مو صح؟ تلعن شيطان هذا يلعب كورة برجله، هذا ميسي بس والله، ما لقيت يمثل غير بميسي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ألا ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا؟ أمثل أقول زي فلان مسلم لازم ميسي، تلقى الولد نازل زي الطاووس رابس عشرة وحاطط ميسي كده في الغلالة من ورا وماشي يتبختر في الملعب يسوي نفسه طاووس. الشاهد الله يعافينا ويصلحنا يا رب، يصلح أولادنا، اللهم ربي أولادنا فينا لم نحسن التربية يا رب العالمين. الشاهد أيها الكرام الفضلاء، اللعن هو طرد من رحمة الله، ولذلك قال واحذر لعن معين حتى وإن كان كافر. لا نلعن المعين؟ قيل نعم، وإن كان كافرا لا يجوز لعن المعين. افهم هذه، الدين ما هو عواطف، الدين قال الله وقال الرسول. كان الناس قبل 7-8 سنوات انتبهوا ذلك الهولندا الله يلعنه فاندير اللي مسوي فيلم فتنة وكذا، ولسه الرسالة جالسة تلف تحوط لين الآن تدور لين اليوم. تعرفون الرجل أسلم ولا ما تعرفون؟ أسلم واعتمر وحج وزار الحرمين ولقي المشائخ وأعلن التوبة النصوح وقال لأنافحن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أسبه يوم من الدهر. قال عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام إذا لعن الإنسان شيئا ذهبت اللعنة، فإن لم تجد كفأها حارت ورجعت إلى من لعن. قال عليه الصلاة والسلام اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. روى أبو داود وصلوا عند البخاري أنهم قالوا أن امرأة لعنت دابة طالعين في الحج، فقال لا تتبعنا دابة ملعونة. لعن الله الكافرين، وإن الله لعن الكافرين وعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. لا تقول للبوذية حلوة مو حلوة، هذول الملعونين رايحين فيها، هذول كفار انتهى أمره. تقول لي رحمة مو رحمة؟ الله يرحمنا ويرحم حالنا ويعيننا على الكلام الطيب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قالوا شيء جميل في الآية هذه، قالوا كيف تريد يصلح لك حالك؟ أحسن قولك. أغلب الناس ضايعت أمورهم وإن كانوا من الصف الأول، ويصوم 2 وخميس ويعمر كل أسبوع وكل شهر وفي مكة في 2 والخميس، لكن قوله ليس سديدا، فتجد سبحان الله أعماله وأموره ما هي صالحة. إن شوف هذه الآية سبحان القرآن عظيم، قواعد قرآنية هذه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، من ثمرات التقوى السديدة الصواب القول السديد، وقولوا قولا سديدا. ثمرات هذا يصلح لكم أعمالكم، توفق على السنة في كل حال إن شاء الله، ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا لا يكون إلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم الله عز وجل قال في آية جميلة، النبي عليه الصلاة والسلام في حنين وزع عطاء، فقيل هذه عطية ما أريد بها وجه الله. شوف كلمة كبيرة هذا، أعوذ بالله. ونام الكلام إلى النبي، جاء الكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. لا تكونوا كالذين يلوه الذين أمروا، لا تكونوا كالذين آذوا موسى
فبرأه الله مما وكان عند الله وجيه، قيل مستجاب الدعوة. إيش قالوا على موسى؟ روى البخاري أن موسى عليه السلام ما كان يستحم يغتسل مع مين؟ مع اليهود. ليه؟ كانوا يغتسلون عراء، أساتذة العراء في العالم اليهود، الله ينتقم منهم. فقالوا شوف الإشاعة الآن، قالوا أيوة ما بيغتسل معانا، أكيد أنه آدر، يعني عنده مشكلة في إيش؟ في عضوه. لو كان أنه هو كده عضوه مظبوط كان اغتسل معنا. شوف الكلمة شديدة، لكن موسى ولا همه في كلامهم، فيروح بعيد يبعد النجعة ويغتسل. فإذا بربنا عز وجل يأمر الحجر يوما أن يطير بيش بملابس موسى، وموسى وراه ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني ثوبي يا حجر تعال. وهذا فيه جواز تحديث الجمال، يعني لو دخلت لقيت أنك أنت في الغرفة ابنك كده حاطط القارورة وبيتكلم معها، ما تقول عليه مجنون، هذا إن شاء الله يطلع خطيف في المستقبل. ويتخيل هذا أن جمهور أمامه تلقى كده حاطط الكتب والكذا، جايب قوارير العصير، مسوي كده وقاعد هو بدي خطبة الآن عصماء. مو تقول له يا مجنون، لا الله، ليش 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 تفول عليه جزاك الله خير، قول الله يفك ابني وازهم على حرمتك وأولادك وحريمك يقعدون، قول لهم ترى إحنا بدل القوارير حنا بنقعد البني أدمين. وشوف الولد كيف يطلع بعدين خطيب مثل سحبان وقحطان إن شاء الله عز وجل، لا يفله غبار إن شاء الله عز وجل. تقول له مجنون، صار الولد خلاص طيف، إيش جات له عقدة نفسية، ما عاد تاني يتكلم حتى لا في خير ولا في شر، جاله الصم والبكم والعمي فهم لا يعقلون. فثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، قال فأمر الله الثوب أنه يوقف قدام مين؟ جمع من اليهود. في ديننا الإسلامي لو لقيت إنسان عريان وش تصلح له؟ تشيله وتستره. لا، هم الآن تلذذوا طوالي نظروا إلى إيش؟ إلى سوءته، الله ينتقم منهم. وموسى جمع ثيابه وضرب الحجر فأثر فيه ندبة أو ندبتين. تعرفون موسى فوكزه موسى فيش؟ مس الدفة من موسى قتله بإذن الله عز وجل. فوكزه موسى فقضى عليه وجمع. فربنا قال سبحان الله، يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، يا أيها لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما كان عند الله وجيها، الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، انشر السنة، مش تقول لي بوذة، انشر الدين، مو تقول الكنيسة بيت من بيوت الله، انشر التوحيد بين الناس، انشر الوسطية، وجرم من يقتل شرطيا ومن يقتل مستأمنا أو من يقتل ذميا أو من يقتل معاهدا، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. هذا ليس من ديننا يا إخواني، هذا دين جنكيز خان، دين الخوارج، مش دين السلفية وأهل السنة. ثم ختمت الآية والسورة إنا عرضنا الأمانة. الأمانة قيل هي كل ما هو اسمه أمانة، أغلب الناس يروحون إن الأمانة هي إيش؟ الفلوس. لا، قيل والأمانة أمانة التوحيد وأمانة الدعوة وأمانة الواجبات والفرائض، وكل ما يطلق عليه لفظة أمانة في عنقك عليك أن تحفظها. على السماوات السبع الطباق والأراضين السبع والجبال الشم الراسيات كلهم إيش؟ فأبين وأشفقن سبحان الله، يعني رفضوا مع إيش؟ يعني يا رب حنا مو رفضين، لا بس حنا خايفين. وأشفقن أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تأمل القرآن، يرجع كده اكتب الإنسان في الجوجل في القرآن عندك في البحث وشوف كل صفات الإنسان سلبية، ولا يؤدبه إلا اتباع الكتاب والسنة. وكان الإنسان وخلق الإنسان عجولا ظلوما جهولا إلى غير ذلك. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله يتوب علينا جميعا. نسأل السائل الكريم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول إذا قال شخص الله يلعن شيطانك أو لو طاع له يقول الله يلعن أم الباب لا حول ولا قوة. طبعا هذا لا يجوز. روى أحمد في المسند، شوف الحديث الجميل، العلاج السني السلفي شيء جميل،
قال إذا عثرت الدابة فقال الرجل تعس الشيطان، مثل هذه الألفاظ اللي في السؤال، قال يكبر الشيطان حتى يصبح كالجبل يقول قهرته بقوتي، وإذا قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يصغر حتى يصبح كالذباب، وفي رواية كالذر. إذن ما هو العلاج لو جيت لقيت السيارة ما تشتغل ولا الباب ما ينفتح ولا كذا؟ إنك تقول إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلعن شيطانك ولا يلعن أم الباب ولا... اللهم وفقنا لكل خير وعنا على كل بر ونجنا من كل سوء وشر. اللهم وفق أهل الحزب يا رب العالمين، وأجر خير على أيديهم، وسدد آراءهم وأقوالهم وجهودهم وأعمالهم، وفق الشرطة يا أرحم الراحمين، نجنا من الفكر الضال وأهله. اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل وليتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعوذ بك من الإلحاد وأهله والشر والشرك وأهله، ونسألك أن تميتنا على لا إله إلا الله، وأن تحسن عواقبنا وأقوالنا، وأن تسدد آراءنا. وتم الكلام، ربنا المحمود له المكارم والعلى والجود، ثم الصلاة على المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ما لحق من ورقوا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.